الجدل القائم على مسألة تراث الست أم كلثوم، سواء إذا كان يعني، وإحنا فهمنا يمكن من حلقة امبارح، أنا حتى لما كنت بتابعها مع زمايلي، أن هناك فارقا ما بين المصنف كمصنف والمادة المسجلة، ألا وهي كل ما قامت الست أم كلثوم بتسجيله، فيصبح هذه أو تصبح هذه التسجيلات مملوكة لشركة صوت القاهرة، أما المصنف نفسه فيزال تحت يعني يد الجمعية. فالجدل هنا عايزين نحسمه، أو الأول عايز أسمع رد من حضرتك. شوف الأول الفرق بين المصنف والتسجيل زي ما بيقولوا، الاثنين بالأساس هي فلسفة بس وليس في فرق. التسجيل هو الشريط يحمل الصوت والتأليف والتلحين. أما عايز يقول إن المصنف انه يشيل منه الصوت فيبقى التأليف والتلحين تحت سلطة جمعية المؤلفين، هذا هو الفلسفة. انما هو في الاخر المصنف هو الثلاث عناصر مع بعضهم، تأليف تلحين صوت. طب هنا هل يحق لأي شركة ان تستخدم هذا المصنف داخل او خارج مصر دون الرجوع للجمعية؟ الجمعية ليس لها دخل يا استاذ يوسف لسبب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، خليني افرد باختصار عشان نكسب الوقت. ما هي المشكله بتاعت ام كلثوم؟ مشكله ام كلثوم، وهذه مشكله فريده، ان ام كلثوم بذاتها كانت هي الشركه المنتجه. يعني لما تيجي تطلق على مصنفات ام كلثوم او كتالوج ام كلثوم هنقول المنتجه ام كلثوم. ليه بقى؟ لما تيجي تشوف للمستندات والاوراق اللي انا خدتها من الورثه وانا بشتري هذا الكتالوج، هتلاقي ان جميع المؤلفين وجميع الملحنين اللي الفوا او لحنوا للسيده ام كلثوم التنازلات مباشره لها. يعني مثلا تنازل الاستاذ احمد رامي، هتلاقيه بيقول تنازلت انا احمد رامي لصاحبه العصمة السيده ام كلثوم، مفيش فيها لا صوت القاهره ولا فيها شركتي لعبد الله ولا اي شركه اخرى. بس التنازل هنا المالكه لهذا التراث بتاعها، التنازل هنا طيب بغرض الاستخدام. ايه دور صوت القاهره في الموضوع؟ صوت القاهره الو، انا معاك يا محسن بيه. انا كنت بقول التنازل هنا اللي بيقدمه اي من الشعراء او اي من الملحنين لست ام كلثوم او غيرها بشكل عام هو لغرض الاستخدام، يعني انه تستخدمه ست ام كلثوم، او في عباره اخرى يستخدمها عمرو دياب، او في عباره ثالثه محمد منير يستخدمها للتسجيل عن طريق شركه انتاج. يتنازل عنها تنازلا قطعيا لصاحبه الاسم ام كلثوم لاستغلالها بكافه طرق الاستغلال. يعني أم كلثوم مش ماضية لصوت القاهرة بأنه كل ما قامت بتسجيله حتى لحظة توقيع التعاقد وفي المستقبل هو ملكية كاملة لصوت القاهرة؟ خليني أسرد كمالة وبعدين أرجع للجزئية بتاعت حضرتك. اتفضل يا فندم. أم كلثوم في ذاك الوقت ما كانش فيه شركات كتيرة في جمهورية مصر، وكانت شركة محمد فوزي هي اللي بتقوم بتصنيع الماستر وبتصنيع الأسطوانة في ذاك الوقت. فأم كلثوم ادت المنتج بتاعها للمصنع علشان يطبع ويوزع. ثم تأممت شركة محمد فوزي واصبحت شركة صوت القاهرة، فانتقل العقد التوزيعي من محمد فوزي الى شركة صوتيات المرايات، صوت قرار صوتيات المرايات. هذا العقد بيقول ايه؟ بيقول لان ام كلثوم تملك مصنفات فنيه، وحيث ان الشركه الاخرى تملك مصنع للطبع والتوزيع، فاتفقوا على انها تطبع، والعقد ده لمدته 5 سنين بيتجدد. فهنا احنا في موقف لانه عقد توزيع. انا مش بنا اللي بفتي، ده الاوراق اللي بتقول. ثم لما توفت ام كلثوم على ورق صوت القاهرة وقع عقود جديدة مع الورثة عن الاسطوانات الليزر لما نزلت، وعن شرايط الفيديو عشان يوزعوا لهم شرايط الفيديو، عقود توزيع أيضا بمدة محددة. جينا سنة 2000 الورثة، ده التسلسل الزمني. أيوه. سنة 2000 الورثة اختلفوا مع صوت القاهرة لقلة الموارد المالية، وبعتوا لهم، مش أنا بقى،
كل ده لسه الورث. أيوة. وبعت لهم اختار في التوقيت القانوني ان احنا مش هنجدد معاكم. وعرضوا الكتالوج للبيع. كانت احدى الشركات الخليجيه داخله تشتري زي ما اشترت الافلام وتراث الافلام، كانت داخله تشتري هذا التراث. وانا لان انا بحب الموسيقى وانا كنت السد اللي صد هذا البيع للموسيقى، لم استطع ان انا اصد عن الافلام. والحقيقه لان انا الدكتور بتاعي دكتور محمد الحفناوي فهو شارني، قال لي انا من هنا عرفت، قال لي انا ببيع الكتالوج الى احدى الشركات يساوي كام؟ قلت له انا اولى. فقال لي انت فعلا اولى، وبالتالي هو اللي كمل لي مع بقيه الورثه، لان هو واخوه الدكتور محمد الحفناوي واخوه احمد بيساوي حوالي 50% من تركه ام كلثوم. وبالتالي اشتريت التركه. من ساعه ما اشتريت التركه وصوت القاهره طبعا انك بتسحب منها ام كلثوم عملت مشاكل وعملت قضايا، وكان في ذاك الوقت الاستاذ اسامه الشيخ وسياده الوزير انس الفقي، وعملنا اجتماعات وشافوا اوراقي وكل حاجه. وتحت هذه الاجتماعات، ودي الاول مره انا بقول الحاجات دي الحقيقه، يعني ده بالنسبه لي اول مره انا اطلع فيها على الشاشه. والاستاذ اسامه الشيخ حي يرزق ربنا يطول في عمره، وسياده الوزير انس الفي برضه مازال موجود ربنا يديله العمر، وشاهدين على هذا الكلام. تحت ضغطهم انا قررت او وافقت الى ان يتم امتداد عقود التوزيع دي الى مدد اخرى. فاثناء ما مد قامت طبعا الثوره وكده وتوقف الايرادات وامتنعت صوت القاهره على انها تسدد لي الايرادات. فاضطريت ان انا ارفع قضيه. وبالتالي المحكمه حكمت لي بتعويضات، وفي الاخر وصلت لان انا رفعت قضيه وفسخت هذا العقد. طيب كل دي احكام. حلو. انا هستأذنك. هم بقى انهم يطلعوا يقولوا اصل احنا اصل في ورقه اصل الجمعيه لها حقوق مؤلف وملحن، كل ده كلام يا استاذ يوسف، كلام انا بعتبره كلام ترند عشان يتعمل الترند. انما طيب علشان انا راجل معروف مكاني.